وللحديث عن استمرار اعتصام ثوار تشرين بالتزامن مع تصاعد الصراع على رئاسة الحكومة، معنا من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي. سيد أمير، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. على الرغم من كل الظروف الصعبة والخشية من فيروس كورونا المنتشر في أكثر من دولة في العالم، ثوار تشرين يصرون على بقائهم في الخيام ويفشلون محاولة للقوات الحكومية لإزالة هذه الخيام. إلى ماذا تعزو هذا الإصرار والثبات من قبل المتظاهرين على البقاء في ذلك المكان؟ لا شك أن موقف شباب الانتفاضة في العراق هو موقف طبيعي وموقف يدخل في موضوع استمرار الانتفاضة العراقية، على الرغم من أن يعني الوقت المناسب الآن قد اختلف، لأن هناك موضوع خطير في العراق، وهو موضوع يعني حصول وباء كورونا. ولكن الموقف الرسمي للانتفاضة العراقية كان واضح، وموقف لشباب يعني له الكثير من المسؤولية والكثير من يعني يعرف ما يحدث في العراق. إذن هو رفض أن ينهي هذه الانتفاضة، ولكن يعني استطاع أن يظهر موقفه بوضوح، وهو سيكون مستمرين في الساحات العراقية، ولكن بشكل يتناسب مع الحالة الصحية للعراق، أي البقاء في الخيام ولكن عدم الاختلاط، وهذا شيء طبيعي بالنسبة للشباب الواعي العراقي. نعم. لأن هو موقف سليم يدخل في يعني نطاق موقف الشباب الواعي، الذي هو شباب يعني شباب مثقف، وليس شباب خرج من أجل مظاهرات دينية أكل الزمان عليها وشرب. هذا ما أكده المتظاهرون أستاذ أمير، أن توقف التظاهرات والاقتصار على الاعتصام في داخل الخيام ما هي إلا استراحة محارب. السؤال عن توقعاتكم بعودة جذوة ثورة تشرين مرة أخرى بعد هذه الغمة التي يعني ستنقش إن شاء الله قريبا أزمة فيروس كورونا. شيء طبيعي ان موقف انتفاضه تشرين يجب التعامل معها كان لانها انتفاضه الشعب العراقي، ولانها الوسيله لتغيير النظام الطائفي في العراق. لا شك ان ما يحدث في العراق الان من انتكاسات فظيعه وكثيره على النظام الطائفي، ما يحدث الان من ما يحدث في ايران، ما يحدث في يعني الصراع الداخلي بين الاحزاب الشيعيه على تسمية رئيس الوزراء، له دليل على أن الحالة قد بدأت بالتغير في العراق، وأن الانتفاضة يجب أن تستمر لتأخذ موقفها الطبيعي الذي هو يكون رأس الحربة لتغيير النظام العراقي. إذن الانتفاضة العراقية إن شاء الله هي باقية، لأنها هي التي ستتقدم وهي التي ستحل لتغيير الوضع في العراق. لا شك أن ما يحدث في العراق، وكما ذكرتم به قبل قليل، من صراع بين أحزاب الدين السياسي الطائفي الذي جاءت به إيران، لهو خير دليل على أن الانتفاضة قد سلكت طريقها الصحيح. نعم. وأن بعون الله الوضع العراقي يتناسب في المستقبل. بالحديث عن ذلك الصراع أستاذ أمير، بالتزامن مع ذلك الصراع المحموم بين شركاء العملية السياسية على رئاسة الحكومة، ألم تدرك القوى السياسية أن العراقيين لن يسمحوا بعد اليوم بعودة تلك الأحزاب إلى حكم العراق؟ وأصلا الخلافات بين تلك الأحزاب على ما يبدو كبيرة. أولا، المشهد السياسي العراقي قد توضح أكثر فأكثر بالنسبة إلى العراقيين كشعب، وبالنسبة إلى النظام السياسي. لا شك أن ما يحدث في العراق الآن من انتفاضة ومن وباء كورونا ومن المشهد الاقتصادي الذي سوف يتغير بعد أن انخفض سعر الدولار، وبعد أن أصبحت الأزمة المالية العراقية هي أزمة كبيرة سوف يعني تلقي بظلالها على هذا النظام الفاسد الذي سرق الملايين. إذا المشكلة في هذا النظام السياسي، يريد هو الخروج من هذا المأزق، ولكن الصراعات الداخلية بين أعضائه على السلطة وعلى ثروات العراق هي التي ستعجل من الأمور. كلنا شاهدنا وسمعنا ما يحدث الآن بعد تسمية عدنان الزرفي. المشكلة الأكبر في العراق أن إيران ليست لها القدرة الآن على العمل بما عملته سابقا،
ولكن أحزابها في العراق أصبحت أحزاب يتيمة تريد أن تخرج من هذا المأزق، ولكن أنا في نظري العراق يذهب إلى تغير يعني واضح، ألا وهو خروج إيران يعني من الساحة العراقية، ولكن بقى كيف ستكون هذه يعني المحاولة، محاولة الشكل الخروج اللي من نعم النظام الطائفي طيب إلى نظام وطني يعني يدخل ضمن المشروع الوطني العراقي الذي ننادي به جميعا. نعم تحالف الفتح كما تابعته أستاذ أمير أكد تشكيل لجنة سباعية جديدة لرفض الزرفي وترشيح شخصية أخرى، إلى أي مدى دفع ترشيح الزرفي القوى السياسية الشيعية على وجه التحديد إلى الصراع، ولماذا لم يتم التوافق على الزرفي؟ أولا كلنا نعرف بأن السيد عدنان الزرفي هو يعني يتمتع بالجنسية الأمريكية في نفس الوقت، وعندما نلاحظ يعني موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الصراع الإيراني في العراق، نلاحظ بأن وجود الزرفي هو يعني خطر يهدد المصالح الإيرانية، وهذا ما يعني جاء بما دفع بنوري المالكي بإظهار وجهه وعدم قبوله بالزرفي، لأن الزرفي هو تهديد لمصالح إيران. ولكن أنا أقول في نفس الوقت الأحزاب الطائفية، وهذا تحليلي الشخصي، هي أحزاب فئوية ليس لها مصالح وليس لها أهداف استراتيجية عراقية وطنية، إنها أهداف فئوية كل يبكي على ليلاه. ما نراه الآن كمثال بين موقف مقتدى الصدر ومن الزرفي هو موقف، لأن موقف المالكي هو ضد الزرفي وليس حبا في الزرفي، إذا هناك مواقف يعني متداخلة فئوية تتبع مصالح رؤساء هذه الزعامات الطائفية التي تريد أن تبقى في هذا المشهد السياسي، والذي هو مشهد سياسي يعني لكن غني كما ترى هناك خلاف داخلي بينهم، خلاف كبير، يعني النواب تحدثوا عن حاجة عدنان الزرفي لما سموها أغلبية شيعية قبل الحديث مع باقي المكونات، ومع ذلك لم يحصل على هذه الأغلبية الشيعية. لماذا يستمر شركاء العملية السياسية إذن باتباع ذات المنهج في المحاصصة؟ أنا في نظري أن هذه الأحزاب ليس لها أي يعني تفكير سياسي للمستقبل، أحزاب جاءت بسهولة للحكم وتريد أن تبقى بهذه السهولة يعني بالحكم. لا شك أن ما يحدث الآن في العراق هو ليس يعني بالواضح 100%، هناك بعض الضبابية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفصح بوضوح عن ما تريده في العراق، ولكن تسلسل الأحداث في العراق يثبت بأن النظام الطائفي العراقي الذي شنته إيران قد أخذ بالهبوط ويعني الانحلال داخليا، وأخذ يتفسخ داخل نفس هذه الأحزاب الطائفية بعد مقتل سليماني والمهندس، والآن بعد وجود عدنان الزرفي الذي سوف يعتبر يعني مسمار في نعش الطائفية في العراق، وهو على ما يبدو سوف يدخلنا في صراع طائفي نعم قد تكون له يعني بعض الخفايا التي سوف نعرفها، ولكن أنا في نظري هناك صراع طائفي سوف نراه في المستقبل على أرض العراق. شكرا جزيلا لك من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي.